انضم لنا من عمان المهندس بلال خالد الحفناوي، استشاري وخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. اهلا بك على شاشه القاهره في مطروح للنقاش. اذا التقنيات والتطور التكنولوجي، كيف يمكن لهذه الخطوات والتطور ان تكون ايضا بتشريعات وبقوانين حتى لا تكون لها مخاطر كبيره؟ استمعنا الى الكثير من التخوفات على مدار الحلقه. مساء الخير، يعطيكم العافية. موضوع التطور التكنولوجي والتشريعات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، تتطور التشريعات بما يتناسب مع التطور التقني. فما في تشريعات صالحة لكل الفترات، وما في تقنيات صالحة تشريعات صالحة لكافة تشريعات صالحة لكافة التقنيات. فكل تقنية ممكن يكون لها تشريعات مختلفة. بموضوع الشريحة وزراعة الشريحة في الدماغ، أنا بس بحب أرجع يعني قليلا للوراء. قبل سنتين لما أعلن إيلون ماسك في البداية عن موضوع الشريحة المزروعة في الدماغ، كيف يمكنها التحكم الآلي بالإنسان أو الحركة، وكان تمت الفحوصات على دماغ خرد في البداية، بعدين بلشوا فيها يعملوا فيها على دماغ الإنسان. كان الهدف من الشريحة، يعني حسب مقولة إيلون ماسك في تويت عملها بسنة 2021 9 أبريل، كان كتب بتويت أنه المنتج سيمكن الشخص المصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقله بشكل أسرع من شخص يستخدم الإبهام. فكانت الرؤية عند إيلون ماسك أنه يساعد الإنسان لحل مشكلاته بعلاجه عن طريق الشريحة. لكن موضوع الشريحة تطور، فبداية كانت هي محاولة لعلاج الأمراض، لكن هي صارت موضوع أكبر من هيك. هو إطار يعني مساعي أنه تسهيل التواصل بين دماغ الإنسان والحاسوب. هل لك مزيد من الشرح تحديدا في هذه النقطة؟ نعم. يعني هل هناك تخوفات من التحكم بالعقل البشري تقصد؟ نعم، خليني أشرح الفكرة اللي بيشتغلوا عليها جماعة إيلون ماسك ونيرالينك. في شيء بسموه اللي هو التواصل المباشر بين الدماغ والحاسوب. حاليا احنا بنعرف انه ربنا خلق الدماغ في سيال عصبي، في عبارة عن جهد كهربائي في الدماغ بنتقل بالنهاية من قشرة الدماغ لحركة الأطراف. حالياً هم بيحاولوا يزرعوا الشريحة لتربط الدماغ مع الحاسوب مباشرة بما يعرف اسم واجهة الدماغ الحاسوبية Brain Machine Interface. فهم بيحاولوا يعملوا واجهة مباشرة بين الدماغ والإنسان، بين الدماغ والآلة عفواً، للتحكم بالإنسان. هاي Brain Machine Interface راح تعمل تواصل بين الدماغ والحاسوب مباشرة دون حاجة إلى أعضاء أو طرفية. يعني الشخص مثلاً عنده شلل بالأطراف، عنده يعني بده يحرك إيده، فالدماغ بيقرأ حركته والشريحة هاي هي ممكن يعني تمثل حركته على الحاسوب، مثلا شو بده يرفع إيده، ينزل إيده، يتحرك يمين يسار. هاي واجهة الدماغ الحاسوبية هي عبارة عن يعني جزء مهم بالتواصل بين الدماغ والحاسوب. الشريحة اللي بالبداية عملوا فيها الفحوصات قبل سنتين سموها N1Link، اللي هاي في 9 أبريل أعلنوا عنها شركة نيورالينك، يتم زراعتها في القشرة الحركية في الدماغ المسؤول عن حركة اليد والذراع. يعني لما نطلع على الدماغ، يعني بناء على الدراسات العلماء انه حركة الأطراف تتم بقشرة الدماغ، فهم بزرعوا الشريحة في قشرة الدماغ، فالهدف انه تأخذ مؤشرات الحركة الدماغية. حاليا القشرة الدماغية هي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الحركات. الشريحة اللي زرعوها في سنة 2021 تحتوي على 1024 قطب كهربائي. هذه الشريحة يعني إذا بنتخيل 1024 قطب كهربائي، كل قطب راح يقرأ إشارة معينة من إشارات الدماغ ويترجمها لحركة معينة عن طريق قراءتها بالحاسوب. فهذه الشريحة تعتبر متطورة. حالياً في عمليات زراعة شرائح بالدماغ أو عملية علاج للدماغ، بعض الشرائح الإلكترونية اللي فيها قطب أو قطبين أو عدة أقطاب هدفها معالجة حركة معينة. يعني بعض البحوث اللي بتتم حاليا على بعض المصابين بالشلل بزرعوا فيهم مثلا جهاز بسيط مثلا لتحريك الإيد اليمنى فقط. لكن هاي الشريحة وضحت الصورة